كيف ما كنعرفوا حنا عندنا جمهور مبدع، وراه تيوصلوني بزاف ديال يعني تيتنبؤوا بمسلسل كيفاش غادي، وهذاك يعني وكاع هذاك الشيء اللي جاني الى يومنا هذا راه كله غلط. يعني راه ماشي داك الشيء اللي كتصوروا، راه مازال جايين مفاجآت كبيره بزاف، هي غتكون مغربيه لان مسلسل مغربي، ولكن غالبا غدا تكون زوينه هذه النوبه، غالبا غتكون زوينه. الاشتغال ديالي ديريكت مع منافسه دنيا بوتازوت، بون كانت دنيا بوتازوت كنا ديجا تلاقينا في واحد المسلسل دار الغزلان، وهذا في هذا المسلسل ديال بنات العساس يعني كان عندي معهم علاقه مباشره، وكان عندي ان دوبل تشالنج انني نلعب ظريف، لانني ما مولفش نلعب ظريف ديما ادوار ديالي قبيحه وداكشي، والتشالنج الثاني هو نكون في المستوى ديال هاد جوج ممثلات اللي انا كنحترمهم بزاف، وفعلا لعبت معهم وعرفت بان عندهم كفاءات عاليه بزاف، والحمد لله بالعكس هما سهلوا لي الخدمه بداك العلاقه اللي كانت بيناتنا نوتامون في الكواليس وفي خلال التصوير، وغادي وكنشكرهم بزاف على داك يعني الاحترافيه ديالهم. والكواليس في مسلسل عرفتي مع دابا لي كونديسيون ديال التورناج الكونفينمون، تبدا في 6 الصباح تسالي حتى ل 9 الليل وما عندكش الحق تبقى اون تورني با لا نوي، دونك كان نهار شويه طويل، واللي كان تيرد هذاك المسلسل انه ما تينقص من العبء ديالو هو هذيك الكواليس اللي كانت في واحد الجو جميل جدا. وما غاديش تفوتني الفرصه انني غادي نشكر بيان سور المخرج والمنتج خالد النقري ودريس الرخ على الثقه اللي داروا فيا وعلى الخدمه اللي خدمنا اونصامبل باش نصوبوا هذا البيرسوناج ديال الطيب. هو احنا شعب عزيز عينا لا كريتيك والتبرقيق، في الاول فعلا جاوني انتقادات خصوصا بداك تبادل الحقب من لي زاني 80 لي زاني 90 لهاد لي زاني 2019 2020 2021. في الاول كان داك الانتقاد ديال انه علاش الممثلين لعب صغروهم، هو كان ان شوا لان سوا غادي يكبروا هذوك الصغيورين سوا غيصغروا هذوك الكبار. والحلقات الاولى كانت مهمه بزاف على مستوى الاحساس والدراما وداكشي، لو شوا كان بلوتو فاسيل انه تصغر ممثلات اللي هما عندهم تجربه. في الاول الناس انتقدوا هذيك التصغير لان تيعرفوا مثلا عندهم فكره على الاعمار ديال الممثلين والممثلات، انتقدوا علاش يلعبوا صغار. انا قلت لهم بو الاغلبيه قلت لهم غير صبروا شويه ياك حتى تشوفوهم وهما كبار باش تحسوا بالفرق، لان الممثلين والممثلات اغلبيه خدموا على الصوت على الشكل على الحركات على يعني تم طريقه الكلام باش يخلقوا داك الفرق ما بين هذيك الصغيره وهذيك الكبيره. دونك من بعد ملي صبروا شويه وشافوهم وهما كبار يعني عاد فهموا بان كاين شويه ديال العمل على مستوى الملابس الميك اب وداكشي.